National. كما جرت العادة في العامين الماضيين، ينظم ناشط السوريون فعاليات للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين في أقضية نظام الأسد. هذه التحركات المدنية في المدن الغربية بدأت تؤتي أكلها بعد صدور العديد من مذكرات الاعتقال الأوروبية بحق رجال الأمن في سوريا، وما تزال تطالب بمزيد من الضغط. التأثير واضح، نحن عم نشتغل، نحن عم نعرف المجتمع الألماني على قضية المعتقل السوري المغيب المهمش المنسيين، وبنفس الوقت نحن مثل ما نقول عم نشتغل ضميرنا الوجداني. وقت السجن صار معي تزامنا مع العفو الأخير المزعوم للأسد بالإفراج عن المعتقلين، تؤكد منظمة دولية وحقوقية أنه ما يزال هناك عشرات الآلاف من مجهولي المصير. من جهتنا نستمر برصد الانتهاكات وإعداد التقارير بشكل مكثف حول السوريين. هناك استجابة لبعض مراكز القرار لما ننشره، لكن الأمر يحتاج إلى وقت أكثر، خاصة وأن العامل السياسي أيضا غالبا ما يسيطر على هكذا قرارات. عدا مطالبة هؤلاء الناشطين بممارسة الضغط فيما يتعلق بمصير المعتقلين والإفراج عنهم، فإنهم يصفون طلبات دوائر الأجانب في أوروبا لعائلات المعتقلين بضرورة مراجعة سفارات النظام لجلب أوراقهم المدنية والثبوتية على أنه بمثابة اعتراف ودعم من قبل تلك الحكومات الغربية للنظام. نحن كسوريين بالمهجر عم نحاول نعمل كل شيء بنقدر عليه لحتى نحاول نأثر بالقرارات بطرق اجتماعية وطرق مدنية. هلأ ممكن هذا الشيء يجيب نتيجة، ممكن ما يجيب نتيجة، ممكن يأثر نوعا ما لو اجتماعيا على الرأي العام، لكن هيك نحن بنكون عملنا اللي علينا. بين مذكرات اعتقال أوروبية غير مكتملة بحق رموز النظام وأزلامه، وعفوا من الأسد لا يعد كونه حبرا على ورق بحسب معارضيه، يعاني مئات الآلاف من عائلات المختفين مرارة مكتملة من انتظار أنباء عن فلذات أكباديا. شيروان ملا إبراهيم، تلفزيون سوريا، دوسلدورف، ألمانيا.